أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على الحسين، السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى العباس أخ الحسين وعلى زينب أخت الحسين. السلام عليكم إخوتي وأخواتي ورحمة الله وبركاته. يقول تعالى في كتابه الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. صدق الله العلي العظيم. الإنسان يعيش ويولد في هذه الدنيا فيجد من يعلمه الكلام ويعلمه ما يجب أن يفعله ويواجه فيه المشاكل في هذه الحياة. وهذه المسألة هي في فطرة الإنسان وفطرة خلق الله سبحانه وتعالى، يعني ليس فقط في فطرة الإنسان بل هي حتى موجودة عند الحيوان. فتجد أن المولود الجديد للحيوان يتدرب من قبل أبويه على كيفية المعاملة مع والمواجهة للأمور التي تواجهه في الدنيا. مثلا العصفور الصغير أو الطير الصغير المولود الجديد يتدرب على يدي أبويه كيفية الطيران، كيفية الطعام، كيفية مواجهة الأمور. الحيوان الصغير يولد فتدربه أمه أيضا على مواجهة الأعداء وكيف عليه أن يتعامل مع الأمور. وهكذا الأمر بالنسبة إلى بقية الحيوانات. فتجد أن الأبوين يرعيا المولود إلى أن يصبح قادرا على الاعتماد على نفسه فيصبح حرا ويطلق. هكذا الأمر بالنسبة إلى الإنسان. نلاحظ أن الإنسان يولد ويحتاج إلى رعاية أبويه أو أحد الأبوين على الأقل. يعني لا نستطيع أن يأتي الولد، يولد المولود الجديد، ونتركه في الغابة من دون إنسان. لذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى عندما خلق آدم عليه السلام لم يخلقه طفلا صغيرا، وإنما خلقه إنسانا كاملا، إنسانا مكلفا كاملا. لماذا؟ حتى يكون واعيا ولا يحتاج إلى من يدربه على أمور الدنيا إلا بتوجيه من الله سبحانه وتعالى. فلتجد أن الطفل الصغير يتعلم كيف يأكل، يتعلم كيف يستعمل الأمور في هذه الدنيا، ويتربى على يد والديه إلى أن يستطيع ويصبح قادرا على مواجهة الحياة فيصبح مستقلا في حياته. من هنا يأتي دور نقطة مهمة في هذا المجال، وهي مسألة القدوة وأهمية القدوة في حياة الإنسان. نحن نلاحظ أن الدين
والله سبحانه وتعالى قد اهتم بهذه القضية اهتماما كبيرا، قضية القدوة. والقدوة تنقسم إلى مفهومين، قدوة حسنة وقدوة سيئة. فبالتالي هناك من يقتدي بأناس سيئين وهناك من يقتدي بأناس صالحين. فكل إنسان هذه القدوة التي يتبعها توجهه وتطبعه على أمور يواجه فيها الدنيا، فأما أن يواجهها بتقوى ومصلحة وحسن مآب، وأما أن يواجهها بفساد وصلابة ومن دون رعاية الأخلاق أو الآداب أو الأديان. فهذا هو قدوة وهذا قدوة. يعني لا نستطيع أن نوقف أو نحصر مفهوم القدوة بالقدوة الحسنة، لا، القدوة قد تكون سيئة وقد تكون حسنة. وبالتالي نحن هنا علينا أن نميز أي القدوة أحسن وأفضل للإنسان اتباعه. طبعا العقل ماذا يقول؟ العقل يقول أنه لا بد من اتباع القدوة الحسنة. القدوة الحسنة هي التي يجب أن نحن نتمثل بها وننظر إليها لنقلدها أو لنفهم معاني الحياة من خلالها. لذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى وجه المؤمنين إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والأسوة معناها نفس معنى القدوة، هي نفس المفهوم، مفهوم القدوة. لذلك نجد أيضا الاهتمام القرآني في هذه القضية. يعني في الحقيقة أننا نجد أن الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قد قص علينا مثلا قصص الأنبياء، لماذا؟ لنقتدي بهم، وعرفنا مواهبهم وعرفنا أعمالهم وأفكارهم حتى نقتدي بهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. لهذا تجد هناك آيات كثيرة في القرآن الكريم توجه الإنسان وترشد الإنسان إلى ضرورة الاقتداء بالأنبياء والرسل وبالناس الصالحين، مثل قوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. إذن هؤلاء الذين هدى الله أنت بهداهم، انظر كيف اهتدوا، انظر ماذا فعلوا في حياتهم وكيف أصبحوا من الهداة ومن المهديين، أنت بهداهم ماذا؟ اقتدي. تستطيع أن تتخذهم قدوة لك وتستطيع أن تجعلهم قدوة حسنة وتهتدي بهداهم. هذا واحد. أيضا نجد أن الله سبحانه وتعالى في خطابه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما يقول: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فكل رسول قد ابتلى وكل رسول قد واجه صعوبات كثيرة وعظيمة أثناء تأدية الرسالة، وبالتالي لا بد لهذا الرسول من الصبر. لذلك الله سبحانه وتعالى أيضا يرشد الأنبياء بأن يصبروا وينظروا إلى الأنبياء الذين قبلهم. يعني في الحقيقة هو هذا خطاب ليس للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقط، بأنما هو لكل من يحمل الدعوة ويريد أن ينطلق بها ليواجه الحياة ويواجه الناس بالدعوة. فأول شيء يجب أن يمتلكه هو الصبر، فإذا لم يكن قادرا على الصبر فلا يستطيع أن يكون قائدا، ولا يستطيع أن يكون قائدا حسنا أو ناجحا أو قدوة حسنة. لذلك الله سبحانه وتعالى ماذا يقول في القرآن الكريم: واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فيجب الاستعانة، الله سبحانه وتعالى يطلب منا هنا الاستعانة بالصبر والاستعانة بالصلاة، والله سبحانه وتعالى في النهاية يكون مع من؟ يكون مع الصابرين.
كذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إلى آخر الآية الكريمة. إذن هذا إرشاد للنبي ولأصحاب النبي صلى الله عليه وآله ولأتباع النبي أيضا، بأنه قد كان لنا قدوة حسنة في من؟ أو أسوة حسنة في إبراهيم ومن كان مع إبراهيم عليهم أفضل الصلاة والسلام. ونحن عندما ننظر إلى إبراهيم، هل هو فقط قدوة للأنبياء أم أيضا يكون قدوة للمؤمنين؟ لا، الأنبياء هم قدوة صالحة وقدوة مثالية معصومة لمن؟ لكل الناس، وليس فقط للأنبياء، وإنما للأنبياء ولغير الأنبياء، للناس الصالحين والذين يريدون أن يواجهوا الحياة. فلننظر نحن إلى إبراهيم كيف بدأ حياته سن المراهقة، كيف كان يبحث عن الله، وكيف استطاع أن يجادل بعقله المنطقي والفطري ليثبت بأن الله لا يمكن أن يرى ولا يمكن أن يغيب ولا يمكن أن يكون صنما. هنا هذا درس لنا نحن للشباب، لأولادنا، أن يقتدوا بإبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام لمواجهة المشاكل الدينية ولمواجهة الأفكار المنحرفة. نتعلم من إبراهيم عليه السلام كيف نصل إلى الحقيقة، كيف نتبع المنطق والدليل الصحيح لنصل إلى الحقيقة. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. أولي الألباب يعني أولي العقول، من يفكر فكان في قصصهم عبرة. فمن يريد أن يعتبر فليقتدي بهم وليتعلم منهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. هناك أفكار، طبعا لاحظنا أن الدين والله سبحانه وتعالى يرشد الإنسان إلى الاقتداء بالقدوة الحسنة، خصوصا الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام، وبالنسبة لنا خصوصا النبي محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فنجد أنه يقول لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قبل أن نبدأ في أيضا تفصيل هذه القضية، كيفية الاتباع وكيفية القدوة، هناك من يقول من الفلاسفة المعاصرين بأن فكرة القدوة فكرة سيئة، فكرة ليست جيدة، لأن القدوة الاقتداء يعني أن يكون الإنسان نسخة عن الآخر، وإذا كان نسخة عن الآخر فهذا الإنسان الذي يقتدي بالآخرين لا يصبح عنده مجال للإبداع، وبالتالي القيادة أو القدوة والتمثل بالقدوة هو قاتل للإبداع، ويركز قضية التخلف ويركز قضية عدم الإبداع في المجتمع. لهذا لا يجوز لنا نحن لنا أن نتخذ قدوة، لأن هذا الاقتداء يمكن أن يكون مفسدا في المجتمع، بل هو مفسد لأنه يقتل روح الإبداع في الإنسان، لأن الإنسان يصبح مقلدا لهذا الذي يقتدي به. فإذا بالنهاية أنه بتوجيه القدوة يصبح المقتدي عاطلا عن التفكير وعاطلا عن البحث، ويجمد هذا الإنسان على ما كان عليه القدوة، فلا يكون هناك جديد ولا يكون هناك إبداع في حياته. فبالتالي يكون القدوة عبارة عن مكبلة للإنسان، مكبلة للفرد، و
هذا أتصور كيقول سارتر في هذا الأمر أن القدوة مكبلة للإنسان وتمنعه عن الإبداع. هنا عندما نأتي نحن إلى مناقشة هذه الفكرة نقول أن قضية القدوة كما قلنا وقدمنا في بداية البحث هي ماذا؟ قضية فطرية في الإنسان. يعني الآن لنقل لهذا الإنسان أنك أنت الآن تريد أن تسافر، لنفرض أنت في فرنسا وتريد أن تسافر إلى دمشق، ألا تحتاج إلى من تسأله عن دمشق مثلا لتعرف كيف الجو فيها، تعرف طبيعة الناس فيها، لتعرف الأماكن التي يمكن أن تزورها فيها أم لا؟ تقول نعم أنا أحتاج لمن أسأله يكون عنده خبرة في هذه المنطقة حتى أنا أختصر على نفسي الوقت الكثير وأعرف كيف أمضي وقتي هناك. نقول هذا من مبدأ القدوة، هذه مسألة تحتاجها لأنها وهي قدوة، لكن هل كبلك هذا وهل منعك من التفكير والإبداع؟ لا. الطفل عندما يولد ألا يحتاج إلى قدوة تعلمه كيف ينطق، تعلمه كيف يتحدث، تعلمه كيف، هل يستطيع الولد بنفسه أن يواجه الحياة من دون تربية؟ إذا كنت تقول هذا أن القدوة قاتل الإبداع، فإذا اترك طفلك من دون تربية واتركه يتربى بنفسه، هل ينتج ويصبح إنسانا ناضجا؟ لا. لذلك الولد يحتاج إلى تربية، يحتاج إلى أساس حتى ينمو ويتأسس، يستطيع أن يواجه الحياة. لذلك تجد أن الإنسان عندما يكون طفلا يحتضن أبويه ويبقى في ظل أبويه ويرى بأن أبويهما قادران على كل شيء في الحياة. يعني الولد بيشوف أبوه أنه بطل قادر على أن يفعل له كل شيء في الحياة. لماذا؟ لأن هذا هو مستوى نظرته ومستوى معرفته في البيت، لأنه يجد بأن الأب هو كل شيء في هذا البيت، هو المتصرف، هو الكذا، فيظن بأن أبوه قادر على كل شيء، وبالتالي يحتاج إلى حماية الأب، يحتاج إلى تربية الأب وتوجيه الأب. وهل هذه مسألة فطرية ولا تقتل الإبداع؟ وكم من أب أمي أنتج طفلا متعلما بل مبدعا، صحيح أم لا؟ وبالتالي هذا الاقتداء بأبيه لم يمنعه من الاجتهاد ولم يمنعه من التطور. فإذا أيضا نجد نحن أن التقليد فطرة عند الطفل. التقليد، قضية التقليد، أول ما ينمو الولد، أول ما ينمو الطفل لا يعرف إلا التقليد. فلذلك هنا يقولون في مجال التربية أنه التفت إلى ابنك، التفت لأنه ينظر إليك، قد أنت لا تنتبه، خاصة الطفل الصغير ابن 6 أشهر و7 أشهر والسنة، هذا خطر، لأنه عندما يرى ويشاهد يقلدك، يقلد أمه أو يقلد أباه. فلذلك يجب أن ننتبه ماذا نصنع وماذا نفعل، نتصرف أمام الطفل الصغير، هو عبارة عن تقليد. عندما تقول تبدأ الطعام ببسم الله يتعلم منك ويبدأ الطعام ببسم الله، وعندما تختهي الطعام وتقول الحمد لله يقول مثلك الحمد لله. ولكن إذا لم تبدأ الطعام ببسم الله ولا يبدأ الطعام ببسم الله. عندما تقول الكلمة الحلوة هو يتمرن عليها ويقول الكلمة الحلوة، وإذا قلت الكلمة السيئة يقلدك. فتجد أن الولد الآن في هذه المرحلة إلى تقريبا 4 أو 5 سنوات هذا الولد يكون في مرحلة التقليد لأبويه، وقد تمتد حسب الأطفال، قد تمتد مرحلة التقليد إلى سن المراهقة
قد احيانا بتشوف انت ولد نسخة عن ابيه، نسخة كاملة في منطقه، في تصرفاته، في حركاته، في كل شيء بتشوفه كأنه أبوه هو عم بيتحرك. ليش؟ لأنه هذا الولد عاش مرحلة تقليد طويلة إلى أبيه. فإذا هذه المسألة التقليد مسألة فطرية أيضا في الإنسان، فكيف أنت تريد أن تمنعها من الإنسان وتقتل هذه الحالة؟ نعم، نحن نستطيع أن نقول أنه عند الاقتداء نحتاج لأن نعرف بمن نقتدي، بمن نقتدي. فنحن نعلم بأنه هناك قدوة حسنة وهناك قدوة سيئة. فإذا نحن الآن كيف نوجه أطفالنا وكيف نعلم شبابنا بمن يقتدوا؟ يقتدوا بالقدوة الحسنة، بالقدوة الصالحة. لذلك تجد أن الله سبحانه وتعالى اللفظ القرآني جدا دقيق، أسوة حسنة للدلالة. هذا قيد ماذا؟ قيد لحتى يخرج الأسوة السيئة. أسوة حسنة قيدها بالحسنة حتى يخرج الأسوة السيئة. طبعا النبي لا يمكن أن يكون أسوة سيئة، مستحيل، لأنه معصوم، صحيح. لكن يريد الله سبحانه وتعالى أن يقول لنا أنه الأنبياء قدوة حسنة، وكما قرأنا الآيات نجد أن الأنبياء كلهم كما وصفهم الله سبحانه وتعالى هم قدوة وأسوة حسنة للإنسان. فلذلك نحن يجب أن نوجه أطفالنا ونعلمهم بمن يقتدوا، أن يقتدوا بالقدوة الصالحة، بالقدوة الجيدة. يعني مثلا امرأة، في أذكر امرأة في مولد الزهراء عليها السلام، عملوا معها مقابلة على التلفزيون أنه من قدوتك، هل تعتبرين الزهراء عليها السلام قدوتك؟ هذه يبدو عندها أفكار يعني شاطحة. قالت لا، أنا الزهراء دقة قديمة، وإنما أنا قدوتي ممثلة اسمها يعني بطلة فيلم، يعني مش اسمها الحقيقي، وإنما اسمها في التمثيل اسمها أوشين. هذا فيلم ياباني يتكلم عن امرأة تواجه الحياة وكذا بصعوبة، أنه هذه تعتبرها هي قدوتها. فكل إنسان له قدوة، لكن هذه لا تجد أن الزهراء قدوة لها، وإنما تجد أن مثلا بعض الآن الأخوات المراهقات بتشوف أنه بالتلفزيون من كثر ما بيشوفوا بعض المسلسلات مثل هانا مونتانا وأمثال هذه، بتشوف أنه بياخذ قدوتهم هذه. فنحن يجب أن نلتفت على أولادنا، يجب أن نلتفت على شبابنا، ماذا يشاهدون، ماذا ينظرون، ومن يعتبرونهم القدوة الحسنة. رحم الله من صلى على ولي أمرنا القائم المنتظر. اللهم صل على محمد وآل محمد. الثاني غفر الله لكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقدموا إخواني، تقدموا حتى الداخل يلاقي مكان. هنا نجد إذن نحن نحتاج لأن نعرف بمن نقتدي، وعليه نجد أن الله سبحانه وتعالى قد وضع لنا قدوة عملية مش قدوة نظرية. يعني أحيانا أنا أجد الكلام الجميل والموزون والتنظير بعبارة عن نظريات مكتوبة، صحيح؟ يعني مثلا نظريات كارل ماركس نظريات مكتوبة، لكن إذا أردنا أن نطبقها سوف نجد هناك صعوبة كثيرة في التطبيق. أما الله سبحانه وتعالى عندما يأمرنا بالاقتداء يعطينا أمثلة عملية وليست أمثلة نظرية. هذه الأمثلة العملية هم الأنبياء
صحيح نحن لا يمكن أن نصل إلى مستوى الأنبياء ولا يمكن أن نصل إلى ذلك المستوى، لكن كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام: أعينوني بورع واجتهاد. أن الإنسان يسعى لأن يكون أحد الآباء عالم، هو مجتهد، يعني كيبدو كان يطمح أن يكون مرجع كبير آية الله العظمى، لكن وصل إلى مستوى آية الله من دون ما يكون آية الله عظمى أو مرجع كبير. فابنه معجب بأبيه، معجب به، قال: يا ريتني أكون مثلك. نتمنى. قالوا: لا يا ابني، اتمنى تكون مثل اللي أعلى مني، أحسن مني، حتى تكون مثلي، لأنه أنا تمنيت تكون آية الله العظمى ومرجع كبير صرت هيك، فأنت حتى تتمنى تكون مثلي لازم تتمنى تكون أحسن مني. فالإنسان لينظر دائما إلى المثل الأعلى مش المثل الأدنى، حتى إذا استطاع، إذا أراد أن يحقق شيئا يحقق شيئا فعلا له مستوى عالي مش مستوى داني. لهذا أنا عندما أكون عندي خيارين، عندي قدوة حسنة لكنه مستوى داني، وعندي قدوة عليا لكنها مستوى عالي، قدوة ثانية لكنها قدوة مستوى عالي، أنا من علي أن أقلد وبمن أقتدي؟ بالعالية حتى أصبح مثل الأولى، صحيح؟ حتى أصبح بمستوى القدوة الدانية من القدوة العادية، علي أن أقلد الأعلى، أقلد الأفضل، أقلد الأقدس. فالله سبحانه وتعالى جعل لنا أمثلة عملية في القرآن الكريم وفي الأنبياء والأولياء والصالحين حتى نحن نقتدي بهم. لماذا؟ لأن الإنسان بطبيعته إذا وجد إنسانا مقدسا يسمع كلامه ويحاول تطبيق هذا الكلام ويحاول اتباع هذا الكلام، والقدوة العليا كلامها وفعلها وأثرها يكون عظيما على الإنسان. فلهذا نحن علينا أن ننظر إلى الأنبياء والمعصومين ولا نقطع الأمل ونقول: لا، هؤلاء معصومين، نحن ما ممكن نكون مثلهم. لا، ما راح تكون معصوم مثلهم، لكن ممكن أن تكون تالي معصوم أم لا؟ ممكن أن يكون الإنسان تالي معصوم؟ ممكن، عندنا تالي معصوم، عندنا أمثلة في حياتنا كثيرة، زينب عليها السلام، العباس، مسلم، علي الأكبر، هؤلاء كانوا تالي معصوم، صح مو معصمين من الدرجة الأولى، لكن وليس فقط هؤلاء، عندنا أمثلة في التاريخ، علماء من علمائنا الفطاحل والأكابر تجدهم أيضا تستطيع أن تعتبرهم تالي معصوم. يعني بعضهم لا يفكر في المعصية، فإذا الإنسان وصل إلى درجة عدم التفكير في المعصية يعني معصوم. وبالتالي طبعا العصمة درجات، عصمة أهل البيت والأنبياء عليهم السلام لا يمكن لنا أن نصل إليها، لكن يمكن أن نصل إلى تاليها أم لا؟ نعم، لكن كيف أصل إلى التالي؟ أصل إلى التالي إذا نظرت إلى العالي، إلى الأعلى، بل لكن إذا نظرت إلى التالي سيكون مستواي أدنى من التالي، لأن سعي الإنسان دائما يكون محدود، وبالتالي يجب أن يصل إلى، إذا أراد أن يصل إلى نقطة، إذا أردت أن أصل إلى الباب علي أن أستهدف ما وراء الباب حتى أصل إلى الباب. هكذا بالنسبة إلى القدوة. كذلك أثر القيادة، أثر القدوة، أثر القدوة عام لجميع مستويات البشر. يعني النبي مثلا أو المعصوم هو قدوة للإنسان المثقف المتعلم وللإنسان الأمي، للإنسان الكبير وللإنسان الصغير، للرجل وللمرأة. فالقدوة المعصومة، القدوة الحسنة أو الأسوة الحسنة العملية يستطيع أن يقتدي بها كل أصناف البشر، وليست حكرا على نوع من أنواع البشر. يعني أن نقتدي بالنبي مو ضروري أن أكون مجتهد، مو ضروري أن أكون عالم دين،
ممكن أن أكون طبيب، ممكن أن أكون مهندس، ممكن أن أكون فلاح، ممكن أن أكون عامل، ممكن أن أكون تاجر. فكل هذه الأصناف تستطيع أن تقتدي بالمعصومين وبالأنبياء. لذلك حتى نكون نحن قدوة علينا أن نتبع التعليمات التي تجعلنا أيضا مع القدوة. فالقول لا يكفي لأن أنا أقول أنا أقتدي بالنبي كلاما من دون فعل. إذا سألت إنسان من قدوتك يقول مثلا علي بن أبي طالب عليه السلام، لكن هل أنت تعمل كما يعمل علي؟ لا. إذا كان لا تعمل فأنت لم تقتدي به، وإذا كنت تعمل فهذا جيد، معناها أنت فعلك يطابق قولك. حتى لا نصبح مصداقا للآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إذن على القدوة خصوصا عليهم أن تتطابق أقوالهم مع أفعالهم. فلذلك أيضا هنا حسن الاختيار له أهمية كبيرة، وخير مثال على هذا التطبيق هم المعصومين والأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام. وكما يقول الشاعر: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. حتى في مجال المعصومين نجد أنهم أيضا بعضهم يقتدي ببعض. حتى في مجال المعصومين وتالي المعصوم نجد أنه القدوة موجودة فيهم. الله سبحانه وتعالى يأمر النبي أن يصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، يعني أن يتخذ من الرسل أولي العزم أيضا قدوة له. مو معناته أني أفضل منه، لا، ممكن يقتدي بي ويصير أحسن منه، والنبي خير البشر كما نحن نعرف. الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام اقتدى بمن؟ الإمام علي اقتدى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يخجل من هذا. الإمام علي أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وآله، ومع ذلك لا يستحي أن يقول أنا اقتديت بالنبي صلى الله عليه وآله. ونحن نستطيع أن نأخذ هذا، اقرأ نهج البلاغة: علمني رسول الله 1000 باب من العلم، ومن كل باب يفتح لي 1000 باب. وهو القائل: وقد علمتم موضعي من رسول الله بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة، ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه. الفصيل الولد الناقة عندما يولد شوفوا عم يتبع الأم بالضبط كيف تتحرك، كيف يتبع الأم. فالنبي، فالإمام علي كان يتبع النبي تماما كهذا. أذكر أني قرأت رواية لكن الآن مش متذكر مصدرها، أنه أحدهم دخل على بستان فوجد أثر شخص واحد، وجد أثر شخص واحد، أصور أبو الذر أو عمار واحد منهم، دخل على بستان فوجد أثر شخص واحد، تبع الأثر فإذا بعلي وسلمان عليهما سلام الله. فقال: عجيب، أنا جئت هناك أثر فقط واحد ماشي، يعني مش اثنين. فقال سلمان: نعم، لأنه أينما كان يحط قدمه علي أنا كنت أحط قدمي. هذه قدوة، سلمان يقتدي بعلي عليه أفضل الصلاة والسلام، لكن اقتداء ماذا؟ اقتداء لدرجة أنه لا يستحي أن، لأنه يأمن بأن علي عليه السلام يحط خطاه واثق الخطى ويعرف كيف يمشي ويعرف كيف ينهج من هذه الحياة. لنقتدي إذن بأهل البيت علينا أن نحاول بجهدنا وبقدر ما نستطيع أن ماذا؟ أن نطبق ما كان يفعله أهل البيت عليه أفضل الصلاة والسلام. ومع ذلك الإمام علي عليه السلام يقول لنا: ألا إنكم لن تقدروا على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد. فعليه
إذن لا نيأس، يمكن أن نكون تالي المعصومة، يمكن أن نعمل كما يفعل المعصوم عليه السلام. ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه، يرفع لي في كل يوم علما من أخلاقه ويأمرني بالاقتداء به. يعني النبي كان يأمر الإمام علي بالاقتداء به، لأن الاقتداء بالنبي لن يكون اقتداء إلا اقتداء رائعا واقتداء إلى الهدى وليس إلى أمر آخر. النبي أيضا نجد أنه يدلنا نحن كمؤمنين على بما على القدوة الحسنة. الله يقول لنا النبي قدوة حسنة لكم، النبي أيضا يقول لنا هناك أمثلة أخرى غير الأنبياء علينا أن نقتدي بها. فلذلك تجد أنه أيضا يصرح في بعض أحاديثه بمن نقتدي لنكون مفلحين وناجحين في دنيانا وفي أخرانا. لهذا يقول: من أحب أن يحيا حياتي، حياة النبي، النبي صلى الله عليه وآله يقول: من أحب أن يحيا حياتي ويموت مماتي ويسكن جنات عدن غرسها ربي فليتولى علي بن أبي طالب، فإنه لن يخرجكم من هدى ولن يدخلكم في ضلالة. اللهم صل على محمد، صل على محمد وآل محمد. النبي يوجه الأمة، من أراد أن يحيا حياة النبي، يعني أنت أن واليت عليا عليه السلام، حييت حياته، عشت حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ومت ممات النبي. والنبي هنا يؤكد أن علي عليه السلام لن يخرجنا من هدى ولن يدخلنا في ضلال. هناك رواية أخرى يخاطب بها عمار بأنه يا علي لو رأيت الناس في واد وعليا في واد فاتبع عليا فإنه لن يخرجكم من هدى ولن يدخلكم في ضلال، لأنه علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيثما دار. هل فقط علي عليه السلام يمكن أن يكون قدوة حسنة لنا؟ لا، نجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الثقلين يوجهنا على من؟ على أهل البيت كلهم عليهم السلام: إني تاركم فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. إن إذا تمسكنا فيهم وعملنا أعمالهم لن نضل بعده بعد النبي أبدا. كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، وقد أنبأني اللطيف الخبير بأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحق. وفي رواية أخرى: لا تقدموهم فتهلكوا ولا تتأخروا عنهم فتهلكوا. أيضا: مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. إذن من يركب سفينة أهل البيت ينجو، ومن يتخلف عن أهل البيت يغرق. أيضا نجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. أيضا الحسين عليه السلام مثل الشمعة، مثل المصباح، أنت إذا دخلت مغارة مظلمة تحتاج إلى مصباح يضيء لك الطريق، صحيح؟ وسفينة النجاة، يعني اقتدي بالحسين، اعمل كما عمل الحسين، والي الحسين، فإنه قدوة حسنة لك كما أن النبي صلى الله عليه وآله قدوة حسنة لنا. فإذا نستطيع نحن أن نقتدي بالمعصومين وبأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذا كانت المرأة تظن أنها لن تكون مثل الزهراء عليها السلام، يمكن أن تكون مثل زينب. إذا ما كانت تستطيع أن تكون مثل زينب، مثل أم كلثوم، مثل رقية، مثل سكينة،
وأمثلة كثيرة في التاريخ، صحيح؟ أيضا الرجل إذا لم يكن قادرا على أن يكون مثل النبي يمكن أن يكون مثل علي، إذا ما كان قادرا أن يكون مثل علي مثل الحسن ومثل الحسين، مو قادر مثل العباس، مثل مسلم، مثل علي الأكبر. وهل نحن يمكن أن نقتدي بعلي الأكبر أم لا؟ نعم، علي الأكبر سلام الله عليه نستطيع أن نجعله قدوة حسنة لنا، ويمكن أن يكون قدوة للرجال وللشباب. علي الأكبر عليه السلام قتل واستشهد وعمره تقريبا 28 سنة، يعني في سن الشباب وفي نفس الوقت أيضا في سن الرجولة، فهو قدوة لكل الناس. ومن هنا نحن نحتاج لأن نتعلم من مواقف علي الأكبر رضوان الله سلام الله عليه. نذكر بعض المواقف التي نستطيع أن نقتدي بها من علي الأكبر عليه السلام. الموقف الأول عند المسير، عندما كان الإمام الحسين يسير بأصحابه وأهل بيته باتجاه الكوفة، سمع علي الأكبر، سمع الإمام الحسين عليه السلام يسترجع: إنا لله وإنا إليه راجعون. قلق علي الأكبر، سمع عندما الإنسان يسترجع معناته شيء ما قد حدث، قلق علي الأكبر، سأل الإمام الحسين: ما السبب في استرجاعك يا أبي؟ ماذا أجاب الإمام الحسين عليه السلام؟ قال: لقد رأيت فارسا وقف علي، يعني الإنسان الإمام الحسين كبى كبوة، خلال هذه الكبوة يقول: لقد رأيت فارسا وقف علي وهو يقول: أنتم تسيرون والمنايا تسرع بكم إلى الجنة، فعلمت أن أنفسنا قد نعيت إلينا. ماذا كان موقف علي الأكبر عليه السلام؟ قال علي الأكبر: يا أبا، أفلسنا على الحق؟ هنا حوار بين الأب وأبيه يا أخوان، يا أبا أفلسنا على الحق؟ قال الحسين عليه السلام: بلى يا بني، والذي إليه مرجع العباد. فماذا كان جواب الأكبر عليه السلام؟ يا أبا، إذا لا نبالي بالموت طالما أننا على الحق، نحن لا نبالي بالموت. هذا موقف نتعلم من العلي الأكبر، قدوة لنا، قدوة صالحة وأسوة حسنة لنا عليه أفضل الصلاة والسلام. فماذا قال له الإمام الحسين؟ قال له: جزاك الله يا بني خير ما جزى به ولدا عن والده. وهذا ماذا يذكرنا؟ يذكرنا بموقف إسماعيل عليه السلام مع أبيه إبراهيم، عندما جاء إبراهيم عليه السلام وقال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. ماذا كان جواب إسماعيل عليه السلام؟ قال: يا أبتي افعل ما تؤمر به وستجدني إن شاء الله من الصابرين. هذا نفس الموقف علي الأكبر، موقف إسماعيل هو نفسه موقف علي الأكبر في كربلاء عليه السلام. كذلك نجد موقفه وهو يواسي أهل البيت ويواسي الإمام الحسين عند مصارع أصحابه عليهم السلام. فتقول الأخبار أنه كلما استشهد أحد أصحاب الإمام كان العلي الأكبر يقف إلى جانب أبيه ويرثي أصحاب الحسين، ومنهم الحر بن يزيد الرياحي وهو الذي يرثيه بقوله، ومنهم من يقول أن هذا القول للإمام الحسين، لكن وجدت روايات تقول: لا، هذا القول لعلي الأكبر، لنعم الحر حر بني رياحي صبور عند مشتبك الرماح، ونعم الحر إذ نادى حسينا فجاد بنفسه عند الصباح. فإذا مواساة
للأصحاب، مواساة للإيمان في وقت الشدة وفي وقت الحرب. موقف آخر، وهذا أيضا موقف يسجل للإمام، يسجل لعلي الأكبر عليه أفضل الصلاة والسلام، وهو عندما استشهد كل أصحاب الحسين عليه السلام، لم يبقى أحد إلا أهل بيته، فقط أهل بيت الحسين عليه السلام بقى، لكن علي الأكبر عليه السلام ليكون المثل الأعلى لنا والمثل الأعلى لمن بعده ولمن بقي من أهل بيته أيضا، ماذا فعل؟ كان أول من بادر وسأل الإمام الحسين عليه السلام للمبارزة والقتال، حتى يرفع الحرج عن الإمام الحسين، يرفع الحرج عن أبيه، لأنه لو أن الإمام اختار أحد غير أبنائه لا تقول عليه الناس بعض الأقاويل، لقالوا انظروا أنه يريد أن يحتفظ بأبنائه ويقتل إخوته مثلا أو يقتل أبناء عمومته. لكن علي الأكبر، ومن الصعب على الأب أن يطلب من الولد أن يبرز ليقاتل ويستشهد، هذا صعب جدا. لذلك تجد أنا عند أول من طلب من الحسين الإذن بالقتال هو علي الأكبر سلام الله عليه، ليرفع الحرج عن أبيه سلام الله عليه. لذلك تجد أن الإمام الحسين عليه السلام عندما برز علي الأكبر ماذا قال؟ قال: اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول الله صلى الله عليه وآله، وكنا إذا اشتقنا إلى وجه رسولك نظرنا إليه. الروايات كلها تقر بأن علي الأكبر كان أشبه الناس بالنبي محمد صلى الله عليه وآله. لذلك الإمام يتابع يقول: اللهم فامنعهم بركات الأرض، وفرقهم تفريقا، ومزقهم تمزيقا، واجعلهم طرائق قددا، ولا ترضي الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا فقاتلونا. علي الأكبر عليه السلام برز وقاتل قتال الأبطال رغم العطش، رغم شدة العطش. يقال أن علي الأكبر عندما بدأ بالقتال كان يقاتل مقاتلة الشجعان، حتى أنه ظنوا بأن علي بن أبي طالب عليه السلام هو الذي يقاتل في المعركة من شدة ما كان يقتل، ولم يحاول مهما حاولوا أن يجتمعوا عليه ليقتلوه، فكان علي الأكبر عليه السلام يتخلص منهم ويقتلهم ويقاتل أبطالهم، إلى أن برز إليه أحد زعماء الشرك جيش بني أمية، والإمام علي الأكبر قطع رأسه وأخذه إلى واتجه نحو الحسين، أخذ رأس هذا الإنسان واتجه نحو الحسين: أبي ألا من جائزة؟ فقد جئت بهدية. فقال الإمام الحسين عليه السلام: ماذا تريد؟ قال: أريد شربة من الماء، شربة من الماء أشد بها قوتي لأقاتل. لاحظ أن الشربة كانت من أجل أن يرجع إلى المعركة ويقاتل. وهنا الحسين عليه السلام لا يملك الجواب، من أين يأتي بالماء؟ من أين يأتي بالماء وقد منع جيش الإمام، منع أهل بيت الإمام، منع أصحاب الإمام عن الماء أكثر من 3 أيام؟ وثم رجع الإمام، رجع علي الأكبر إلى المعركة وبدأ الصراع مرة أخرى حتى استشهد عليه السلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أنا نسألك ونرجوك باسمك العظيم الأعظم الأجل الأكرم يا الله، وبحق صاحب هذه الليلة المباركة علي الأكبر يا الله، نسألك أن ترضى عنا يا الله، وأن توفقنا لمرضاتك، ولأن نقتدي بالقدوة الحسنة والأسوة الحسنة النبي وأهل بيته عليهم السلام. اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير. أخواتي وأخواني الحاضرين والسامعين، اللهم وفقهم لما تحب وترضى يا الله، اللهم اقض حوائجهم بعلي الأكبر يا الله، اللهم شافي مرضاهم وعافي أحياهم وارحم موتاهم وارحمنا وإياهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات وأموات الحاضرين، وخصوصا علي الأكبر والمؤسسين لهذه المجالس والباذلين الطعام في هذه الليالي، إلى أرواح أمواتهم نهدي الجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.